أهلا وسهلا بكم من جديد. الجزء الثاني من هذا المساء من مباشر دبي، هذه هي أبرز عناوينه. الدوري المصري يستعيد نشاطه في شهر أغسطس. الأمن يوافق بشروط وعودة تدريجية للجماهير. وفي هذا الجزء الثاني أيضا، بعد 100 يوم هل يلتفت الرئيس الجديد للقطاع الرياضي؟ بعد أن هدأت عصبة الانتخابات الرئاسية، بدأت الحياة تعود من جديد إلى قطاعات كثيرة في مصر. القطاع الرياضي استفاد من هذا المشهد، حيث كشفت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أخبارا تفيد بأن الدوري سيستعيد نشاطه في شهر أغسطس القادم. ومتابعة لهذا الموضوع وموضوعات أخرى على صلة بالشأن الرياضي المصري، في حضور الإعلامي والمحلل طارق الجويني. نرحب فيك ويانا سيد طارق. أهلا وسهلا. إذن دفعت كرة القدم المصرية فاتورة باهظة بعد أن توقف النشاط الرياضي فترة طويلة على خلفية الأحداث التي شهدتها البلاد في ثورة 25 يناير. المنتخب الأول لن يكون حاضرا للمرة الثانية على التوالي في نهائيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم، والمنتخب الأولمبي يسعى للقفز على مشاكل كثيرة حتى يكون جاهزا لحدث دورة لندن. بين هذا وذاك تصارع الأندية من أجل البقاء الصامدة في مواجهة تحديات مالية بلا حصر، وتتطلع لانطلاقة النشاط في أقرب وقت حتى تعوض خسائرها. قراءة في الموضوع في سياق التقرير التالي. هدأت أم الدنيا قليلاً، أو هكذا تبدو الصورة للمراقب عن بعد لما حدث ويحدث الآن في القاهرة وما جورها من مدن مصرية. وفي هدوء أم الدنيا مؤشرات تدفع إلى التفاؤل خيراً وإلى ترقب عودة الحياة بشكلها الطبيعي في مختلف القطاعات والمجالات. طويت أعقد الأزمات التي كانت تهدد استقرار هذا البلد العزيز على قلوبنا جميعاً، ودب النشاط بنسق تصاعدي خاصة على المستوى الاقتصادي في توقيت يحفل بالضغوطات والتحديات داخليا وخارجيا. في قلب هذا المشهد الجديد يتحرك الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسي في جميع الاتجاهات من أجل الإيفاء بما تعهد به في عز الحملة الانتخابية. وفي قلب هذا المشهد أيضا ينتشر التفاؤل في قلوب الرياضيين الذين دفعوا جانبا من فاتورة الأحداث الدراماتيكية التي هزت القاهرة ومدنا كثيرة على مدار نحو عام وأعادت الكرة المصرية أكثر من خطوة إلى الوراء. التطورات الأحدث ذات الصلة بكرة القدم تفيد بأن الدوري المحلي سيعاود الدوران من جديد اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، على أن تفتح أبواب الملاعب بشكل تدريجي أمام الجماهير بعد أن حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على الضوء الأخضر من أعلى الجهات الأمنية. خبر لاقى ترحيبا واسعا في الأوساط الرياضية التي تأثرت بشكل كبير بعد أن توقفت الحياة تماما في مختلف الفضاءات الرياضية على خلفية دراما بورسعيد وما تلاها من تداعيات خطيرة ومن تجاذبات بين ناديين كبيرين الأهلي والمصري. وخبر حظي باهتمام إعلامي واسع يعكس عطش الجميع لعودة الحياة من جديد لكرة القدم التي كانت ذات زمن قريب مصدر فرح الرياضيين في أم الدنيا على امتدادها، بعد أن بسط المنتخب الأول في زمن حسن شحاتة سيطرته على 3 نسخ متعاقبة لحدث كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم. في هذا الإطار تحديداً يشدد المراقبون على ضرورة أن يتهيأ الرياضيون لعهد جديد تتقاطع مفرداته مع فلسفة مرحلة سابقة كانت فيها الأخطاء أكبر بكثير من النقاط الإيجابية.
كرة القدم شأنها شأن قطاعات أخرى كثيرة مطالبة بأن تسير وفق حسابات ما بعد ثورة 25 من يناير. وعلى الرغم من أن الرياضة بشكل عام لا تتصدر جدول الأولويات أو الملفات المستعجلة المطروحة الآن على طاولة الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسي، إلا أن الشارع المصري على قناعة تامة بأن هذا القطاع سيقفز ذات يوم قريب إلى الواجهة. وإنني أعلن من هنا، المراقبون يعترفون بأن تحديات أخرى أكثر أهمية تفرض نفسها خلال مهلة المائة يوم، خاصة وقد كانت الأسباب الرئيسية لانتفاضة شعب بأكمله وإصراره على إحداث تغيير تاريخي. لكن القطاع الرياضي سيقتطع حصته من اهتمامات صناع القرار مباشرة بعد أن يتم ترتيب بعض الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لا تحتمل التأجيل والتي تحتاج الآن إلى شعب على قلب رجل واحد يفكر في مصلحة مصر أولا وثانيا وثالثا. نحن لا نتدخل في شؤون الشعوب أو الدول، ولا نسمح في نفس الوقت لأحد أن يتدخل في شؤوننا. من جديد نجدد بكم التحية مشاهدينا الأعزاء، ونواصل حلقتنا من خلال الفقرة الثانية المخصصة للكرة المصرية. نرحب فيك مرة أخرى أستاذ طارق الجويني. الدوري المصري يمكن عودة نشاطه في شهر أغسطس، الخبر المفرح خلنا نقول للرياضة المصرية. هو أنا مش عارف كل مرة بعكس عكاس، يعني هو خبر مفرح، لكن من سيدير هذا الدوري؟ يعني أين اللجان التي ستدير هذا الدوري؟ مين اللي هيحط الجدول بتاعه؟ مين لجنة الحكام؟ مين لجنة المسابقات؟ مين لجنة اللوائح والنظام؟ ما حدش عارف. اللجنة الحالية المؤقتة لتسيير أعمال اتحاد الكورة مشت كل اللجان دي، وبعدين إيه فجأة بيقولوا إنهم رجعوها. لم نسمع عن اجتماع ليهم، لم نسمع عن تنسيق للدوري، لم نسمع عن تنسيق حتى للبث بتاع الدوري. صديات كرة القدم بتعتمد دلوقتي على البث الفضائي والإعلامي، مظبوط؟ صحيح، بس ممكن انهم يعني مهدوا هذه كل الامور، ويمكن راح يتم الاعلان عنها قريبا حسب التسريبات اللي حصلت لحد كل المغرب، يتم عنها الاعلان رسميا، يعني ما حصلش. صحيح. مؤتمر صحفي او بيان بتوزع على وكالات الانباء او على الصحف، بس هذا الخبر يعني من مصادر. مظبوط، لا احنا متفقين على هذا، بس كالعاده برضو ان الاخبار بتتسرب ولا تعلن، وهناك فرق بين التسريب والاعلان. هذا التسريب هنفترض ان هو صحيح 100% مصادر موثوق منها. طيب الدوري حسب هذا الكلام في اغسطس، احنا النهارده في يوليو، يعني قدامنا حسب الكلام انت قال في الاسبوع الثالث او الرابع من اغسطس، يعني احنا قدامنا شهر ونص. شهر ونص بقى ايه المفروض ان الناس تعمله؟ مش المفروض نعرف ايه الجدول ولا أكيد. طب فين الجدول؟ طب فين جداول الحكام؟ طب مين قائمه الحكام؟ طب ايه المسابقه؟ ايه لوائح المسابقه اللي احنا هنلعب عليها؟ هل هي نفس لائحه بتاع السنه اللي فاتت اللي احنا اكتشفنا بعد كارثه الاهلي والمصري ومذبحه بورسعيد ان هي لا تمت بصله للاتحاد الكره الدولي، او ان هي في فوارق ما بينها وبين، وان لازم تملى فيها ثغرات كثيره، فيها ثغرات كثيره، فيها اختلافات كثيره، فيها قانونيات ليس لها اي ابجديات في عالم الاداره، اضطروا ليها ان هم يلجأوا للوائح الفيفا، واضطر التهديد من بعض الاتجاهات ان احنا نروح للفيفا يعني قصه كبيره جدا. النهارده انت بتعلن ايه فجاه ان كمان او بلاش بتعلن، بتسرب ايه فجاه ان في خلال شهر ونص في دوري؟ يمكن السؤال الأبرز طارق، المشاهد المصري أو المتابع المصري أو الشارع الرياضي خلنا نقول للمصري بشكل عام، هل مهيأ لمتابعة أو لعودة النشاط الرياضي في شهر أغسطس؟ نفسيا لأن الناس عطشانة كورة، يعني الناس عايزة تتفرج على كورة، ده نفسيا. ده بالنسبة للمتابعين أو الجماهير أو المتفرجين أو مشجعين الأندية أو أنصار الفرق الرياضية. لكن الأندية أنا ما أعرفش إن كانت، أشك إن هي جاهزة لهذا، على الاقل من الشق المادي او الشق التعاقدي حتى مع اللعيبه بينهم بعض. الامور كثيره يعني لوجستيا، انا لا اعتقد لا اتحاد الكره جاهز ولا الاستادات جاهزه ولا الامن المصري قال علنيه انه جاهز حتى هذه اللحظه. انا بتكلم حتى هذه اللحظه. نعم. ما بقولش ان هو مش جاهز كامن، الله اعلم، لكن لم يعلن ان هو جاهز. هو اعلن ان هو مش جاهز قبل كده، وقال مفيش كوره مفيش جماهير ومفيش، وزي ما احنا كنا بنتكلم كده وزي ما الناس كلها عارفه ان قبل كل مباراه دوليه زي مباريات مصر او الاهلي او الزمالك بنقعد في مفاوضات على المباريات هتتلعب ولا لا، او في اخر لحظه وقبلها ب 48 ساعه، لا مفيش جمهور وكلام من. طب
احنا محتاجين بقى الامن نفسه. احنا نثق النهارده لما الامن يطلع يقول انا جاهز او مش جاهز، يطلع هو ويقول بس. ومتابعة أكثر مشاهدين الأعزاء لهذا الموضوع، ينضم إلينا الإعلامي زكريا ناصر واللاعب الدولي السابق أيضا. أستاذ زكريا مساء الخير بداية. مساء الخير، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك الكريم. الله يسلمك أستاذ زكريا. هل فعلا الدوري المصري سيقام أو سينطلق في شهر أغسطس؟ الدوري المصري حيقام حسب تصريح المتحدث الرسمي لاتحاد الكورة، قال الدوري المصري سيقام في شهر أغسطس، في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، وأنا أتوقع أنه يقام طالما أنه هيقام بدون جماهير. الحقيقة يعني عايز أبدأ حديثي مش بس على إقامة الدوري العام، ولكن حسب التقرير اللي شفته قبل هذا اللقاء. نعم. الحقيقة بيتحدث عن كرة القدم والرياضة، وأنا الحقيقة يعني في رافض للأحداث السياسية أولا ثم الأحداث الرياضية. للأسف المنعطف يميل إلى الأسوأ في المستقبل في الرياضة بصفة خاصة، بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة، لأن الرؤية غير واضحة. للأسف كنت أتمنى من جميع الرؤساء المرشحين أن هم يضعوا الرياضة في البرامج الانتخابية الخاصة بهم. يمكن رؤيتهم بالنسبة للرياضة يعني تقدر تقول حضرتك انها بعيده كل البعد عن مستقبل لدوله كبيره زي مصر من حيث التحدث. وانا يمكن كنت من اللي بينادوا في وضع الرياضه، اول الناس اللي ناديت بوضع الرياضه في الدستور ونسف قانون الرياضه القديم الهزيل. ثم نأتي إلى المشكلة الأزلية اللي موجودة عندنا في الرياضة وفي كرة القدم بصفة خاصة، وهي غياب الكوادر الإدارية التي تدير الرياضة. عشان كده الدوري لو أقيم حيقام وحيتلعب بنفس النهج السابق دون تطوير أو دون رؤية مستقبلية لتطوير كرة القدم، لأن كرة القدم المصرية مش هنشاهد مستوى يمكن كان في أوج يعني نجاحاته من 2006 ل 2010، لكن الانهيار بدأ للأسف طبعا مع توقف النشاط بسبب الثورة. إذن أستاذ، الأحداث بورسعيد زادت من التوقف. نعم أستاذ زكريا، أستاذ زكريا، إذن لماذا تم تسريب هذا الخبر أن الدوري سيقام في شهر أغسطس؟ إذا كانت يعني أو يعني جميع الأمور الرياضية أو النشاط الرياضي غير مهيئ لإقامة هذا الدوري. الحقيقة أحداث بورسعيد زي ما بقول لحضرتك أضافت لكرة القدم لجنة لتسيير أعمال الحقيقة كانت غير مؤهلة لإدارة كرة القدم في الفترة السابقة، وبالتالي عبء كبير عليها لأن هم غير صالحين للأسف رغم احترامنا ليهم الشخصي، ولكن أنا بتكلم على الجانب المهني، غير قادرين على إدارة كرة القدم بأسلوب كنت أتوقع أن حيتم تطبيق نظام الاحتراف، لكن هم برضو غير قادرين على تطبيق نظام زي ده. لكن مشكلتهم الكبيرة في أن في انتخابات في شهر 9 ومجلس إدارة جديد لاتحاد كرة القدم، ولكن قرارهم في أن البطولة حتقام. أكيد في تطمينات من الأمن بإقامة الدوري بدون جماهير، لأن استحالة تقام المباريات بجماهير في الوضع الراهن لمصر، لأن الشعب المصري ويمكن أكثر الطارق بيقول ان الناس نفسها ان الكره ترجع. انا اشك في الكلام ده. ومنو اللي استاذ زكريا، مين اللي راح يدير هذا الدوري اذا كان يعني بيقام في شهر اغسطس والانتخابات راح تقام في شهر 9
ومثل ما نعرف ان اللجنه المؤقته، ومثل ما ذكر الاستاذ طارق الدوين، ان اللجنه المؤقته مشت اللجان اللي مشرفه على النشاط الكره في رجعتهم تاني علشان يسيروا الاعمال للاسف. ولكن انا كنت افضل ان المجلس القومي للرياضه كان ياخذ قرار بتبكير انتخابات كره القدم بصفه استثنائيه، لان منتج كره القدم الحقيقه منتج كبير وضخم، والانديه مش عايز اقول على وشك الافلاس، افلست فعلا، بدليل ان نادي زي نادي الزمالك اصدر شيكات بدون رصيد، ونادي الجونه حول الشيكات ورئيس النادي للمحكمه. وبالتالي التوقف ده كان سببه ان مجلس الاداره الجديد هيجي في شهر 9. انا كنت افضل ان المجلس القومي للرياضه، وده كان قراره وهو يستطيع ذلك، ان هو يعمل تبكير لمجلس اداره لاتحاد الكره، بحيث ان المجلس لو كان جه في شهر 4 او في شهر 5 كان يستطيع في خلال 4-5 شهور تنظيم الامور، يعد لدوري منظم على الاقل. لكن نتوقع ان اذا اقيمت المباريات اعتقد ان هتقام من خلال اللجان اللي كانت شغاله قبل كده، اللي اصدروا قرار بعودتها، وهم دول اللي هيقوموا بتسيير الاعمال لحد ما يجي المجلس. انا اتمنى ان ما يتمش ده، اتمنى الانتظار لمجلس اداره جديد، وحتى لو اتاخر لشهر 11 أو لشهر 12 مفيش مشكله، انما لما يكون في مجلس اداره منتخب اعتقد هو القادر على اعاده هيكله اتحاد الكره وتسيير الاعمال بطريقه منظمه في الموسم القادم. نعم استاذ زكريا، ابقى معنا، يعني بنعود لك. يمكن انت طرحت نقطه جدا مهمه، هي ان الانديه تقريبا او ان الانديه افلست فعلا من هذا الموضوع. اذا الرياضه في مصر خلينا نقول دفعت الفاتوره. نعود مع طارق، الانديه خسرانه، المنتخب يشارك في بطوله ما افريقيه يطلع يخسر، واللاعبين خلينا نقول عاطلين عن العمل. هو في سؤال، بس انا سؤال استفساري كنت حابب اسمع راي الكابتن زكريا فيه. هو معنا على الخط الاستاذ زكريا. يعني كابتن زكريا دلوقتي ذكرت نقطه مهمه جدا، وهو ان المجلس القومي للرياضه لم يقوم بدوره في انه ياخذ قرار بتقديم انتخابات اتحاد الكوره قبل كده. هل دي عدم قدرة ولا عدم رغبة؟ يعني عدم قدرة على اتخاذ القرار أم عدم رغبة في اتخاذ القرار؟ لا، مشكلة المجلس القومي للرياضة كانت عنده مشكلة خاصة بالعلاقة بين الاتحاد المصري والاتحاد الدولي في لائحة النظام الأساسي، اللي الاتحاد السابق ما كانش عملها، وبالتالي عبء لجنة تسيير الأعمال في وضع لائحة النظام الأساسي، لان كان مش ممكن تجرى الانتخابات بدون لائحه نظام اساسي يوافق عليها الفيفا. وبالتالي المجلس القومي للرياضه ما قدرش ان هو يعقد اجتماع يعلن عن او يجبر اتحاد الكره الجمعيه العموميه على عقد اجتماع لعقد انتخابات جديده، ولو ان انا كنت شايف انهم باتصالاته مع الفيفا وكان يستطيع في ظل الظروف الاستثنائيه الراهنه ان هو يطلب من الفيفا سرعه تفعيل لائحه النظام الاساسي وتبكير الانتخابات لبدء موسم جديد من قبل مجلس اداره جديد. ده كان يستطيع، لان اللي قرر في مصر ان الانتخابات تكون بعد الاولمبياد هو المجلس القومي للرياضه، اذا هو قرار حكومي، وبالتالي يستطيع ان يبقى فيه استثناءات لبعض الاتحادات اهمها اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره وضع الانديه في ورطه كبيره جدا، لان اللوائح طبعا هي اللي اجبرت ان يكون في تدير اعمال او من يدير اللي هو المدير التنفيذي القائم باعمال رئيس اتحاد الكوره، وهو غير قادر الحقيقه، يعني بنعذره لانه هو غير قادر. المهمه شاقه عليه انه يستطيع اداره كره القدم بمنظور ايجابي او بمنظور عملي، لان كره القدم كانت محتاجه اولا ترتيب واعاده، ودي بنسمع عنها كتير مع كل مجلس اداره في اتحاد الكوره يجي يقول هنغير دولاب العمل والهيكل التنظيمي وكوادر اداريه، وده ما بنشوفوش للاسف،
ودي ازمه من ازمات كره القدم. احنا عندنا ازمتين في مصر في الرياضه بصفه عامه وفي كره القدم بصفه خاصه. الازمه الاولى هو غياب كوادر اداريه تدير الرياضه باسلوب علمي، وده يمكن يعني انا واحد من الناس اللي درست فيفا وحاليا بحاضر مع دبلومه الاداره الرياضيه مع الفيفا، واعلم جيدا مدى قيمه العلم في الرياضه. ثم الجانب المادي الذي يعتمد على حقوق البث وإيرادات. يعني خلينا نقول استاذ زكريا، يعني عده اطراف او عده امور ممكن انها تدخل في هذا الموضوع. استاذ زكريا، احنا بالتاكيد راح نتواصل معك، ابقى معنا. لكن هناك ايضا ينضم الينا من القاهره الاعلامي البارز من جريده الاهرام الاستاذ ايمن ابو عايد. مساء الخير استاذ ايمن. بدايه يمكن الموضوع حول الدوري المصري وانطلاقته في شهر أغسطس، يمكن السؤال الموجه إليك، هل فعلا حصل الاتحاد المصري على موافقة الأمن على إقامة هذا الدوري؟ أولا تحياتي ليك ومساء الخير، وعلى الصديق العزيز طارق الجواني، وتحياتي الكابتن ناصف على الهاتف. أولا معلوماتي حتى لهذه اللحظة ليس هناك أي قرار من الأمن، والأمن لم يعطي قرار مسبق، حيث انه طلب بعض تطبيق بعض الاشتراطات الامنيه في العديد من الملاعب والاستادات، منها اللي هي تم خاصه بعد احداث بورسعيد البوابات الالكترونيه والتفتيش والحاجات من هذا، ولم يتم الانتهاء منه. يعني انا ما اعتقد انه القرار ربما يكون هذا يعني تم تسريبه بشكل شخصي او خاص للكابتن عزم الجاد، لكن معلوماتي الصحفية وحتى الآن أنا موجود في جريدة الأهرام وربما يمكن أمامي أكثر من موقع رياضي، ليس هناك أي خبر يؤكد أن الأمن أعطى الإشارة أو يعني أرسل موافقة رسمية على استئناف الدوري. ولكن دائما اتحاد كرة القدم واللجنة القائمة على اتحاد كرة القدم تفرد مثل هذه المعلومات، قالوا من قبل أنه الكأس سيتم استئناف مباريات الكأس من الدوري سيستكمل، وكل من هذه الأحداث تجري أو الإعلان عنها دون أن يكون هناك موافقة بالأمن. أستاذ أيمن، إذن أستاذ أيمن، لماذا يتم الإعلان أو التسريب لهذا الخبر؟ ما هو الهدف منه؟ يعني أنا هو نوع من الهدف، من نوع من البث، نوع من التفاؤل والإطمئنان عند العاملين في مجال كرة القدم أو المهتمين بمجال كرة القدم. ولكن أنا أعتقد أنه الأمن لو كان يعني يعتزم فعلا الموافقة على استئناف كرة القدم أو الدوري كنا شاهدنا فتح استادات الكلية الحربية لاستضافة مباراة الأهلي، الجمهور في مباراة الأهلي وما زين بالمقبلة. ولكن الاتحاد الجهاز الأمني أو جهاز الشرطة حتى الآن يصر على إقامة المباريات بدون حضور جماهيري، فكيف من يعني حتى يعني عزم جاد لم يعطي الإشارة من خلال ما علمت من المعدين لديكم أنه يعني هل سيسمح بدخول الجمهور أم ستقام بدون جمهور؟ أنا أعتقد أنها كلها ربما تصريحات أو اجتهادات شخصية من المتحدث الإعلامي لاتحاد كرة القدم بنوع بهدف إذا كان أن لبث التفاؤل في الشارع الرياضي المصري مثل ما ذكرت أستاذ أيمن، لمصلحة من يتم إيقاف الدوري أكثر عن هذه المدة؟ لا شك أنا مع الأمن في ضرورة أن يتم تجهيز الملاعب التي ستقام، بس باستطاعته من إقامة الدوري بدون جماهير؟ من الوارد، ما هذا كنا ما نطالب به من قبل. يعني لو كانوا استمعوا إلى وجهة نظر الإعلام وما كان يطالب به من قبل بأن يقام أو يستأنف الدوري ويستكمل بدون حضور جماهير كما كان الوضع في تونس، ما كنا شاهدنا هذه الكارثة، وما كنا الآن يعني ندور في هذه الدائرة المفرغة من أجل عودة الدوري. ولكن أنا لدي إحساس خاصة بعد انتخابات الرئاسة، و إن شاء الله يعني ستستعيد مصر استقرارها وعافيتها من جديد، إن شاء الله أن يكون هناك عودة من جديد للنشاط الكروي. ولكن يجب أن يوضع في الحسبان أن يستكمل الدوري أو يعود الدوري في هذه المرحلة الحساسة والمهمة بدون جماهير، وعلى الأندية أن تتحمل ذلك. ولكن المشكلة والمعضلة الأساسية، هل تقبل الأندية بعودة النشاط بدون جماهير ودون رعاية وحقوق إعلانية وغيرها؟ والأندية الآن
الكل يئن ويعاني من ضائقة مالية حتى في صرف المرتبات والتعاقدات الجديدة، ولكن يعني لابد أن يكون لدينا التفاؤل. العديد من الأندية تعقد الصفقات الجديدة والتدعيم الصفوف، لابد أن يكون هناك نشاط لعودة كرة القدم. نعم أستاذ أيمن أبو عايد إعلام من جريدة الأهرام المصرية من القاهرة، شكرا لك على انضمامك معنا ومداخلتك في هذه النقطة. نعود للحديث مع ضيفي أستاذ طارق. يمكن النقطة اللي طرحها الأستاذ زكريا ناصر الإعلامي اللي ذكر أنه يفضل إيقاف الدوري لحين تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، أو إيقاف الدوري حتى بعد تشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد، بالرغم أن هذه النقطة راح تزيد من خسائر الرياضة المصرية من أندية، من لاعبين، من منتخب، من كل شيء، خسائر خلنا نقول الكرة المصرية. هو أنا شخصيا وده رأيي يعني، أن أنا متفق مع كابتن زكريا ناصر في هذا. طبعا كابتن أيمن أبو عايد ومن وجهة نظر إحنا نبدأ على أساس أن العجلة تدور، وده رأي محترم برضو، على أساس أن إحنا نبدأ بدون جماهير إلى أن يستتب الأمر. نعم. وجهة نظري دلوقتي أن إحنا بنندفع اندفاعا ذاتيا تجاه أن إحنا نبدأ الدوري بدون ما نحل كل مشاكل البنية الأساسية لبداية الدوري، من أول مشاكل لوجستية لأول مشاكل مادية. نعم. اللي بيدفعنا لهذا دفعا هو المشكلة المادية التي تعاني منها الأندية. طيب خلينا نتكلم قبل إيقاف الدوري، هل كانت الأندية في حالة مادية قوية أم كانت ضعيفة؟ خليني أقول لك أغنى نادي في مصر وهو النادي الأهلي، الأهلي عليه ديون 55 مليون جنيه، ده أغنى نادي في مصر. في أندية بنتكلم في 100 و 150 مليون جنيه، وفي أندية بيتقطع عليها الكهرباء كل يوم عشان تدفع. نادي الأهلي 55 مليون، ها ده آخر رقم معلن في عجز الميزانية. تمام. السؤال النهاردة، إذا السبب الرئيسي في وجود عجز مادي في الأندية المصرية أو في النشاط الكروي المصري هو نمرة واحد سوء الإدارة، ده نمرة واحد. نمرة اتنين سوء القوانين، لأن القوانين ما بتديش كل واحد حقه. مثال بسيط جدا، احنا هذه اللحظة في رابطة الأندية المحترفين، نعم، تم الإعلان عنها. أنا بسأل سؤال بسيط جدا لم يجيب عني أحد في مصر، ما هي الصيغة القانونية ليها وتسجيلها وإشهارها ومجلس إدارتها ولوائح؟ تم تشكيل رابطة المحترفين في مصر، أعلن عن ذلك، وفي اجتماعات كل يوم بتدور للرابطة. للرابطة، ولكن انا بسال السؤال اللي انا، لان انا مش عارف فعلا يعني، انا ما بشككش بس انا مش عارف ايه هو الكيان القانوني ليها. نمره واحد. اتنين، ايه هي لوائحها؟ مين هو مجلس ادارتها؟ طريقه تشكيله، طريقه انتخابه، توزيع العوائد، لان الهدف الرئيسي من لهذه الرابطه هدف اقتصادي، ده 100%، ان كيف ندير الدوري المصري اقتصاديا بتاعه مع اتحاد الكره. طيب السؤال، ان هنبدا الدوري خلاص كمان شهر ونص، هل تم الاتفاق على كيفيه توزيع العوائد بتاعه الدوري المصري؟ هل تم الاتفاق على كيفية أو وضع خطة كيفية بيع الدوري المصري إعلاميا أو فضائيا؟ هل تم الاتفاق على كراسة الشروط اللي هتتوزع؟ هل هو هيبقى بالعطاء المباشر؟ هل هو هيبقى بالمزايدة؟ حاجات كتيرة جدا وتفاصيل كتيرة جدا ما ينفعش انها تتعمل. طيب احنا النهارده عشان نحل الأزمة المادية للأندية وبضغط من وجود هذه الأزمة وحقيقة لا نقاش فيها، احنا عايزين نبدأ الدوري. هنبدا غلط، هنكمل غلط، هيجي اتحاد الكوره زي كل مره هيقول لك انا استلمتها كده، اتحاد المنتخب، وتزيد المشاكل وتتراكم. لا احنا عندنا فرصه دلوقتي سانحه بكل المشاكل اللي احنا عايشين فيها، ان احنا نحط فول ستوب ونقلب الورقه ونبدا من اول جديد. نعم. عندنا فرصه 3 4 5 شهور زي ما قال الكابتن زكريا، ممكن نبدا في 11 في شهر 11. نعم. احنا يعني بنغلق هذا الملف بالنسبه للدوري المصري. اذا يمكن الاطراف اللي اخذناها كلها تتفق عدم اقامه الدوري المصري في شهر اغسطس افضل من اقامته، او تفضلون ان اقامته بعد تشكيل مجلس الاداره. استاذ ايمن بيفضل انه يبدا بس بدون جمهور. بدون جمهور. ايضا الاعلامي زكريا ناصف اللي اعتذر له عن الخطا في الاسم، زكريا ناصف الاعلامي واللاعب الدولي السابق، ذكر من خلال هذه النقطه انه يفضل بعد تشكيل مجلس اداره اتحاد الكره المصري. نذهب لموضوع اخر، يمكن في الحلقه او قبل اسبوع تقريبا من خلال استضافتي ايضا للزميل طارق الجويني اللي تحدث وانفرد لنا عبر قناه دبي الرياضيه وعبر برنامج مباشر دبي بادراج وثيقه للدستور المصري بحاله يعني إدراج الرياضة في الدستور المصري. الوثيقة نتابعها من خلال الشاشة، تحدثنا أكثر عن هذا الموضوع مع طارق الجويني. هو طبعا احنا لازم ندي برضو الحق للكابتن زكريا، وأنا من المتابعين لي قراءة ومشاهدة، وهو من أول ناس فعلا اتكلموا عن إدراك الرياضة المصرية، وهو يمكن بعد اتكلم ببداية الاتصال هذا، وهذه حقيقة يعني. نعم. وحتى كان في مقالة في عرب سبورت.
هذه المراسلات الصفحه الاولى. هذه هي المراسلات اللي بين مجلس الشورى زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت. نعم. الحمد لله قدرنا ان احنا نحصل عليها خلال هذا الاسبوع. وبين اللجنه العليا، اللجنه التاسيسيه للدستور، المراسلات بتتكلم عن النشاط الرياضي في مصر وعن حقيه النشاط الرياضي في مصر على انه يدرك في ماده من مواد الدستور، واتكلمت عن حجم النشاط الرياضي او الاقتصادي في مصر. خدت مثال بكره القدم حسب تقييمهم هم، طبعا بتستعين بالارقام اللي موجوده في الورق بتاعهم. هي دي مرجعيتي. ان حجم كره القدم في مصر لو تفتكر يا طارق، احنا قبل كده كنا اتكلمنا ان حسب تصريح مدير التسويق في اتحاد الكره الدولي المصري يساوي حوالي 2.5 مليار. هنا في هذه الوثيقه ان حجم النشاط الاقتصادي لكره القدم في مصر يعمل به 4 مليون انسان او يستفيد منه 4 مليون انسان اقتصاديا، وحجمه 22 مليار. هذه يعني وثيقة الرقم اللي هتلاقيها على الشاشة من مجلس الشورى، من لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشورى. نعم. وده يوضح الأهمية الاقتصادية دلوقتي، لأن زي ما كنا بنتكلم قبل كده، الكورة نشاط اقتصادي لا يمكن أن يدار بالأهواء الشخصية. نعم. لا يمكن أن يدار بتسريبات تسريحات. صحيح. لا يمكن أن يدار بلوائح ليس لها علاقة لا بالدستور ولا بمواثيق الرياضة العالمية أو الدولية أو بالميثاق الأولمبي أو بالاتحاد الكرة الدولي اللي بينظم العلاقة بين الكورة وبين الأندية وبين الاتحادات. من ضمنها ان هو حط كذا مثال، منها دول زي البرازيل وزي اسبانيا، ومنها دول عربيه حتى زي المغرب وزي السودان ادرجت من قبل الرياضه في الدستور. اذا وجود او ادراك الرياضه كماده اساسيه من مواد الدستور وكحق رئيسي من حق الشعوب ليس بدعه. واتكلم عن بعض الحقوق اللي احنا اتكلمنا عنها المره اللي فاتت، وحق الرياضه لكل الناس بمساواه، وحق الرياضه للانسان الصحيح وذوي الاحتياجات الخاصه، حق المنشات والمؤسسات الرياضيه في الاستقلال والتبعيه للقوانين والمواثيق الاتحاد الدوليه والمواثيق الاولمبيه، التحكيم الرياضي واستقلاليته عن المحاكم المدنيه، وحاجات كتيره جدا في. نعم. يعني ريت حتى نعرضها على الشاشه هيبان بالظبط الكلام ده. النهارده معروض او تم ارساله. نعم. فعليا الى اللجنه التاسيسيه للدستور. احنا بنتمنى وبنناشد، والاستاذ زكريا من ضمن الناس اللي او باول الناس اللي اتكلموا، وفي ناس كتيره في مصر اتكلموا في هذا الموضوع، في وضع يعني بمنتهى الامانه في وقت ما كانش في حد اساسا بيفكر في هذه القصه. يعني انا قلت اساميهم قبل كده، والاستاذ زكريا نصف من ضمنهم، دول القابضين على الجمر في وجه الجهل والتعتيم الحاصل في الاعلام الرياضي المصري، فمش هقدر اتكلم اكتر من كده. ونتيجه لجهود الناس دي كلها وتفاعلها مع مجلس الشورى ولجنه الشباب والرياضه في مجلس الشورى والمبادرات اللي قاموا بها على وسائل الاعلام المختلفه، احنا وصلنا لهذا. نعم. النهارده الدور بقى على اللجنه التاسيسيه للدستور. احنا بنتحدث اكثر عن رائد الشورى، نعود الى مصر مع الاستاذ زكريا ناصف. زكريا، يمكن انت من اكثر المطالبين كنت بهذه الوثيقه اللي تم ادراجها لادراج الرياضه في الدستور المصري، شو رايك بعد ما شاهدت يمكن الوثائق والمراسلات اللي طلعت؟ الو، معك استاذ زكريا. الحقيقه انا بعد الثوره بدات في وقت حكومه الدكتور عصام شرف، كنت قدمت ورقه عمل للرياضه على اساس ان الثوره لا زالت الى الان في مصر لم تشملها الرياضه، وده للاسف بيرجع إلى سبب هام جدا ألخصه في عدم وجود رؤية لقيمة الرياضة في النهوض بالدولة. الحقيقة أنا عندي مصطلح دايما بقوله، أن الرياضة هي مرآة الدول المتحضرة. لا يمكن الاستغناء عن الرياضة بجوار التعليم والصحة لبناء شخصية شبابنا وأطفالنا. علشان كده في اتجاهين للرياضه، واحد خاص بالممارسه، وده هو الحق الاصيل لكل مواطن في ممارسه الرياضه، ثم ياتي الجزء الاخر وهو الجانب التنافسي في الرياضه، وده بعد كبير جدا وهام جدا في الرياضه، لان الرياضه نستطيع ان احنا نجعلها احد روافد الدخل القومي للرياضه لما نملكه من موارد بشريه وإمكانيات على مستوى المنشآت. إذن يتبقى الجانب الاستثماري في الرياضة من خلال الرياضات التنافسية، من خلال المشاركة في البطولات الإفريقية والعالمية، من خلال جذب استثمار عندنا في مصر لم نستغله بعد، وهو السياحة الرياضية. نعم. إذن الرياضة زي ما قال الدكتور طارق مرتبطة بوزارات عدة، عشان كده أنا كنت أحد مطالبي وجود وزير للرياضة له حقيبة وزارية يتمتع بميزانية تفوق، يعني أدي لك مثال، أن ميزانية الرياضة كل عام في مصر لا تتعدى 400 مليون جنيه، يصرف أكثر من 50% منها على المرتبات.
إذا المتبقي لا يتعدى 200 مليون جنيه دول بيتصرفوا على لاعب ألعاب قوة في أمريكا أو سباح أمريكا عشان يجيب ميدالية ذهب. فإذا الرياضة ليس لها وجود على الساحة في رؤية من سيقودون. عشان كده كانت دايما مناداتي وأتمنى من الرئيس الجديد أنه ينظر إلى الرياضة برؤية مختلفة بنظرة أعمق وأشمل من حتى لو اتحطت في الدستور يجب تفعيلها بعد كده. بس انت استاذ وضع قانون يتناسب مع القوانين المشاركة في الوزارات المتعاونة زي السياحة وزي الاستثمار الخارجية. احنا عندنا مشكلة في البعثات المصرية. استاذ زكريا، هل تتوقع ان يتم النظر في هذه يعني خلنا نقول الوثيقة او المطالب اللي انت تم طرحها من خلال هذا الاتصال في يعني في هذه الفترة او ممكن ان نشاهدها متأخرة؟ انا اعتقد الا اذا ما تحطتش في مصاف الملفات او الوزارات السيادية لن تكون للرياضة مكان كدولة متحضرة تهتم بالرياضة، لان للاسف الشديد الاعباء والملفات اللي موجودة دلوقتي على مكتب رئيس الجمهورية أكبر من أنه يفكر في الرياضة كوسيلة وهدف في نفس الوقت. لأن أنت تعلم والجميع يعلم أن الملفات القادمة خاصة بالتعليم والصحة والغذاء والبوتجاز والعمال والموظفين والعلاوة والحد الأدنى للأجور، يعني بعد 100 يوم اللي حددها الدكتور محمد مرسي؟ لا أشك أنها تكون الرياضة ضمن 100 يوم، لأن لا بعد 100 يوم، بعد 100 يوم ولا بعد 100 سنة، يعني حتى أشك أنها تكون تشاهدها. يجب أن توضع الرياضة يجب أن توضع في البرنامج الانتخابي لأي رئيس جمهورية، ويضع الرياضة إذا عنده رؤية حقيقية ويعرف قيمة الرياضة حتى في بناء الديمقراطية. الرياضة تعلمناها وتساعدنا على الديمقراطية في تقبل الآخر وفي احترام الآخر، وهذا جوهر الديمقراطية. الرياضة بتعلمنا ده. فإذا نحن نحتاج إلى رؤية لقيمة الرياضة حتى نستطيع تغيير قانون، وحتى نستطيع أن نضع لكل مصري حقه في ممارسة الرياضة. نعم. ثم نلجأ إلى الجانب التنافسي فيما يخص قانون الرياضة وفتح باب الاستثمار في الرياضة، لأن احنا نملك من المواهب ونملك من القدرات البشرية، ولكن زي ما قلت لحضرتك يتبقى حاجتين علشان ننهض بالرياضة. أولا الكوادر الإدارية، وأنا يمكن طالبت في ورقة العمل بإنشاء كلية خاصة في الإدارة الرياضية زي أي تخصص. إذا عايز تبقى دكتور لازم تروح كلية الطب. إذا عايز تدير الرياضة يجب أن تتعلم الإدارة الرياضية من خلال كلية متخصصة في الإدارة الرياضية. جميل. ده ناقصنا كتير. جميل. الجزء الثاني هو الجزء المادي في تنمية موارد الرياضة، ونحن نملك من الموارد في تنمية الرياضة سواء من خلال الاستثمار في الرياضة، من خلال السياحة الرياضية أو التسويق أيضا. أو التسويق. وأيضا اسمح لي أضيف بند يجب أن يضاف إلى الرياضة وهو إلغاء العمل التطوعي. لا يوجد في الرياضة الاحتراف، خلنا نسميه الاحتراف. الاحتراف الإداري. أنا أقصد العمل التطوعي. العمل التطوعي لو اديتك مثال، في بلاتر بينتخب من قبل الجمعية العمومية للاتحادات الأهلية، ثم لما ينجح بيعمل بأجر. في الهاندبول دكتور حسن مصطفى بينتخب وبيعمل بأجر. بلاش كده، رئيس الجمهورية الحالي تم انتخابه وحيعمل بأجر. نعم. إذن العمل التطوعي بيثير الشبهات، واحنا درءا للشبهات بأرجو الغاء العمل التطوعي موجود في الجمعيات الاهليه في الاعمال الخيريه. نعم. ولكن في الرياضه ارجو الغاء العمل التطوعي. نعم. استاذ زكريا ناصف لامي مصري من القاهره، شكرا لك على هذه المداخله من خلال برنامج مباشر دبي. شكرا. نعود لضيفي العزيز طارق الدويني، يمكن النقطه لفتت انتباهي، ولا بعد 100 يوم او 100 سنه هو نشاهد. يمكن كابتن زكريا مش متفائل شويه، يعني
بس هو انا طبعا اتفق في كل الاراء اللي قالها كابتن زكريا، ما عدا بس حاجه معينه ان هو وجه الاهتمام بالرئيس. خلينا نبدا بخطوه خطوه. احنا دلوقتي بنتكلم في التشريعات الاول. نعم. التشريعات مش في ايد الرئيس الان، في يد اللجنه التاسيسيه للدستور. نعم. فدي مش في ايد الرئيس. خلينا نبدا الاول بالتشريعات، خلينا ندخل في تفاصيل التشريعات، ان يبقى في مظله دستوريه هي اللي بعد كده هتقنن اي لوائح رياضيه. يعني خلينا نرجع بالتاريخ ببساطه شديده جدا. احنا اخر لوائح رياضيه اتعملت في مصر سنه 75، وبعدين 2007 2008، وبعدين دكتور عماد البناني رئيس مجلس قوام الرياضه دلوقتي بيتكلم في لوائح بقاله سنه، وشويه يقول خلصت وشويه يقول ما خلصتش، وشويه يقول قابله للنقاش، وشويه يقول هتتغير. برضه احنا مش عارفين احنا واصلين لفين كالعاده. بقى نفس الطريقه بتاعه اتحاد الكوره المصري. السؤال الان، هذه اللوائح اللي طلعت بما فيها اخر لائحه التي لم تعتمد بعد، هل ليها علاقه بالدستور؟ ما لهاش علاقه بالدستور. والدليل على ذلك ان اخر لائحه سواء 2007 2008 او سواء اللائحه اللي بيتبناها للسيد عماد البناني بتتكلم زود عليها، هي كانت بتتكلم على 8 سنين او مدتين انتخابيتين، وزود عليها بالنسبه للاتحادات، والدكتور عماد البناني زود عليها 8 سنين بالنسبه للانديه. نعم. لو حضرتك لما جينا الورق ده تاني، جزء من القصه اللي هم بيشرحوها في تسطره اللوائح الرياضيه والقوانين، ان نتيجه لان الدستور هو ان الشعب هو مصدر السلطات، وبالتالي الجمعيه العموميه هي مصدر السلطات، وبالتالي الجمعيه العموميه اللي تقرر، هي اللي تقرر وليس وزير الشباب الرياضه او وزير الرياضه او رئيس مجلس قومي الرياضه. هنا دي نقطه مهمه جدا. لو ده حصل اذا الانديه هتبقى مسؤوله عن نفسها بدون مظله من مجلس شباب الرياضه او الاتحادات، ونفس القصه ويحصل الخلافات على اللجوء الاتحاد الدولي ولا لجوء المحكمه الرياضيه ولا رئيس مجلس اداره الشباب يقرر، زي ما قرر في انديه كتيره جدا واتخربت. نعم. نادي الزمالك اتحل فيه كم مجلس اداره وتعين فيه كم مجلس اداره، وادينا شايفين النتيجه. احنا بنتكلم على استقلاليه المؤسسات الرياضيه، استقلاليه تامه عن الاداره الحكوميه. خلينا نتحدث بشكل سريع لان الوقت بدا يتركنا. استاذ طارق، ممكن نشاهد يعني هل ادراج هاي الوثيقه او تعديله او اهتمام الرئيس المصري بالرياضه؟ الرئيس هيجي دوره بقى في التفعيل بعد في التفعيل كده. زي ما قال الكابتن زكريا، حقيقه واحنا اتناقشنا في الموضوع ده قبل كده لما استعرضنا برامج المرشحين، مفيش في برنامج مرشح من المرشحين ال13 ما يظهر لنا اهتمامه بالرياضه. انا عايز اعلق تعليق صغير على كلام، يعني اضافه للكابتن زكريا لو حق لي هذه الاضافه. احنا لو بصينا في مجلس الامن الخمس دول العظمى، وبعدين رحنا للعظماء الثمانية في الاقتصاد في العالم، هتلاقيهم هم نفس الخمس دول العظمى ويضاف إليهم ثلاث دول: ألمانيا، اليابان.